انا خلاص لميت حاجتي، ادخل بس اعمل لكم شويه سندوتشات عشان الطريق. سندوتشات ايه يا خالتي؟ يا بنت السكه طويله، ناخد معانا شويه سندوتشات علشان نتوتد بيهم نتسلى. هي الغردقه دي يا نيلي مش بعد شاطئ البترول اللي عند فايت؟ اولا مفيش حاجه في الغردقه اسمها شاطئ البترول، تاني حاجه انت جايه معانا ليه اصلا؟ بقالي 12 سنه بحالهم ما صيفتش، نفسي صيف، نفسي بقى اقعد على الشط كده وادلدل رجلي في الميه المالحه واتسمس. هي دي فكرتك عن المصيف؟ طب ما تدخلي تجيبي تشت وتحطي فيه ميه وملح وتحطي رجلك فيها. خالتي احنا مش رايحين نصيف يا خالتي، وبعدين مالكيش مكان في العربيه. ليه يا اختي؟ ما هو سيف ونيلي قاعدين قدام، وانا وانتي والمتنيل هاني نقعد ورا. طب وماما ميمي؟ هنسيبها عند مشمش بتاع السوبر ماركت، بيفضل فاتح 24 ساعة، والعيال اللي عنده ولاد حلال يعني هياخدوا بالهم منها. اهو بقى يدوها حتة جبنة رومي، شندويتش لانشون، حتة جبنة اسطنبولي كده وزيتونة خضرة، باكو حلاوة، هيظبطوها يعني. لا طبعا انا مش هينفع اسيب ماما ميمي، وانتي اصلا مش هينفع عقدك معايا عند مو، انتوا كلكم مش هينفع اوريكم لاصحابي، بالذات انتي بالكيس البلاستيك اللي انتي ماسكاه في ايدك ده، انتوا ممكن تفضحوني فضحت المتظاهر والطلوع على المعاش. متطهر whatever. وسيمو بتاعك ده يطلع ايه يعني عشان هنفتحك قدام الاكس بوي فريند بتاعي؟ قرايبكوا يعني؟ طب ومال، ما هو كده يبقى قريبنا احنا كمان. مش قريبها يا خالتي، الاكس ده يعني كانت ماشيه معاه. يا لهوي، استغفر الله العظيم يا رب. صباح الفل، يلا بينا يا جماعه، انا جاهز اهو، ان شاء الله رحله ميمونه وهنحكي لاحفادنا عليها. عايزين تسيبوني انا السبوحه وتاخدوا معاكوا لهبل الاراجوز ده؟ عجبي. جرى يا خالتي، هو انا يعني في الهم مدعيه وفي الفرح منسيه؟ ولا انتوا فالحين بس تاخدوني الحطابه وبورسعيد واللوكيشنات الزباله بتاعتكم دي، ويوم لما تيجوا تصيفوا مش عايزين تاخدوني معاكم؟ ما تعلي صوتك اكتر وتسيح لنا في العماره، ولا اقول لك خد كلم عم دهب اقول له انت الكلام ده بنفسك. ما انتش شايفه يا شوشو خالتك بتتكلم ازاي؟ هو ايه اللي انت لابسه ده؟ احنا رايحين مكان نظيف، مش هيرضوا يدخلوك كده اصلا. ليه ان شاء الله؟ وبعدين يعني هيكون انضف من شاطئ البترول بتاع فايد. بليز محدش تاني يقول لي شاطئ البترول بتاع فايد، احنا مش رايحين نصيف، احنا رايحين نتنقل نشوف الراجل عنده الفلوس ولا لا. انت هتقعدي هنا مع ماما ميمي، وانت هتدخلي تغيري في كيس القرف اللي انت ماسكاه في ايدك ده، وانت هتنزل الشنط لصيف لانه مستنينا تحت. اند اوف ديسكشن. ايوه كده كرباجيهم عشان نلحق البحر. ومش هنلحق البحر، وسيب الزفته اللي انت ماسكها في ايدك دي. كره الماء حرام عليكي. فضحتوني. يا رب ما تلحقوا توصلوا ولا تتهنوا، عشان انا بصلكوا في السفريه دي. يا رب شاطئ البترول اللي فايد يولع بيكوا يا رب. قادر يا كريم. الحمد لله انها عطلت بينا هنا لما وصلنا، كان زماننا اتبهدلنا في الطريق. يا بنتي احنا ما وصلناش، ما وصلناش، احنا وصلنا شاطئ الزفت البترول بتاعكوا ده، الغردقه لسه كتير جدا. ها يا سيف ايه الاخبار؟ تقريبا المشكله يا في حساس الكرنك يا في السربنتينا. الترنك ده في التليفون، والترابنتينا دي في ال... مفيش حاجه اسمها ترابنتينا اصلا. ايوه مفيش حاجه اسمها ترابنتينا، اسمها السربنتينا. ها يا جماعه خلصتوا فاتي خلاص؟ ممكن لوسته بقى يشوف العربيه؟ اتفضل. انت رايح فين بالسيجاره ديت؟ انت عايز تولع فينا؟ في انا ما اعرفش اشتغل غير والسيجاره في ايدي. لا لازم ترميها. ما هي السيجاره اهي. يخرب بيتك هتولع فينا، احنا في شاطئ البترول. اهدى اهدى يا حبيبي ما تخافش، شاطئ البترول يعني زي ما في بترول في ميه برضو. اتفضل يا اسطى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الجنود كلها متقطعه يا ابني. الجنود يا هاني اللي في الكبوت يا هاني. ايه؟ وبعدين ميه الكركاتير عايزه تتزود. ميه الكركاتير؟ اه. يا جماعه العربيه دي شكلها سخنت. لا والله، ما هي بتولع قدامك اهي. ما انت السبب. انت السبب عشان انا ما بحبش حد يسوق عربيتي وانت صممتي تسويها. ايوه ولعت. سيف، اولا ما تزعقش. تاني حاجة أنا عربيتي لما بتسخن بيكون فيها لمبة بتنور. طب ما هي نورت وقلتلك ثلاث مرات. لا اللمبة اللي في عربيتي غير، أنا لمبتي لونها أحمر أنت لمبتك لونها أصفر. ما بس بقى يا ده سفروت أنت والبت الصفرة بتاعتك دي، خلينا نخلص.
انت تخرسي خالص، انت السبب في اللي احنا فيه، انت وخالتك اللي نقرت لنا في السفريه. نبرت لنا؟ خالتي ما بتنقرش، بتنبر. Whatever. يا جماعه خلاص، بما اننا جينا شاطئ البترول يلا بينا بقى ونلحق البحر. انت مجنون يالا، انت متخلف. انتوا مش عارفين تاخدوا قرار. احنا نوقف اي عربيه دلوقتي توصلنا، وعربيه سيفنا بنتصرف فيها بعدين. يلا وقف لنا عربيه. في عربيه جايه هناك يا وقف. اولاد يلا يلا. معلش يا عم الحاج، عربيتنا عطلت، ممكن تاخدونا معاكم؟ على فين؟ احنا رايحين الغردقه. يا راجل احنا كمان رايحين الغردقه، هاتهم وركبوا ورا. يلا سبحان الله، يلا بينا. يلا بينا ايه، هنركب فين؟ انت مش شايف العربيه؟ والنبي ما يغرك شكلها، تعالي انت اقعدي على حجري واصحابك دول يتزنقوا مع العيال ورا. لا شكرا حضرتك، انا مش بعرف اركب على رجل حد. خلاص مش مشكله، انا هقعد على حجر طنط، انا حبيتها، وانت تزني مع العيال ورا. يا جماعة مش هينفع، علميا احنا الاربعة لو ركبنا العربية دي مع الاسرة الجميلة المدورة دي، العربية دي مش هتمشي. والنبي لا تيجي، دي تسامي الحبايب الف. يا ماما انا عارف اللي احنا الاربعة ممكن نقعد على حجرك عادي، بس مش هينفع. عموما احنا حبينا نخدم، كان غرضنا نخدم وخلاص. سلام عليكم. معلش يا حاجي، كان نفسنا نتقلب معاكم، بس معلش معلش. بتسقف على ايه؟ سبحان الله، العربية ماشية زي الحلاوة، عربيتنا احنا اللي تعطل. يبقوا اختاروا كويس العربية اللي هنركب فيها. مش عجباني. اتفضل اتفضل. شكرا. ايه مالها؟ مش عجباني؟ كانت كويسه يا نيل. لا لا انا مش بحب اللون ده في الموديل ده، عندي باد اكسبيرينس معاه. لا اتفضل حضرتك، خلاص شكرا. اوبا. لا طبعا، عربيه مبقلظه قوي. شكرا شكرا. اوه اوه اوه، في مجنون. اوه انا مش هركب هنا، ما تصلحها ولا ايه اللي انت عامله ده؟ ايه ده؟ اتفضل حضرتك، روح سمكرها ولا سنقرها. استغفر الله العظيم يا رب. اوكي انا هركب دي. لا بقى خلاص، دي مش عجباني، اتفضل حضرتك، باي باي. ايه ده؟ ليه يا سوسو؟ اصلها حلوه اوفر، فجايبالي بوزيتيف انرجي. اه جدع يا سوسو. امال ايه، وانا هسيبها يعني تستغلنا كده وتبهدلنا؟ صح، زي ما ليها ليكي. طبعا امال ايه. ايوه عشان بقى كل واحد يعرف تمامه. كفايه بقى، مش هينفع الشغل دوت. اي عربيه هتيجي، اي عربيه هتيجي وتقف لنا هنركبها ان شاء الله، لو عربيه ميز. سيبها واحنا. انا مش عايز واحده فيكم تتكلم، اللي هتتكلم هتكلمها تبني. سيب النهجه يا خروف. ايه هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اتفضل حاسب انت. لا لو هتزعل حاسب خلاص. لا 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 ما تقوليش ان هو ده البيت. ايوه هو ده بيت ماما. اقسمي بالله كده ان احنا هنبات في الفيلا دي؟ ايوه هنبات في الفيلا يا شريهان، ايه المشكله يعني؟ لا قولي اقسم بالله هنبات في الفيلا دي. على فكره فيلا عاديه جدا، يعني ممكن نخش جوه نلاقي كراسي بلاستيك وكنب اسيوطي عادي جدا. اسيوطي ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ فيلا بالجمال دي اكيد هنخش نلاقي البحر جوه على طول. بحر يا متخلف انت، ممكن تيجي تتنيل تساعدني وتشيل الشنط. نيلي بقول لك ايه، انت مش قلتي ان مو ده الاكس مان بتاعك؟ الاكس بوي فريند بتاعي فوريفر، يعني الاثنين واحد مرتبطين وخلاص. ما اتجوزتوش ليه ده؟ هو ايه اللي ما اتجوزتوش ليه؟ هي حرة، احنا جايين نشتغل وجايين نخطب. الله بسأل. بعد اذنك. يعني فرقت ايه انت؟ ما انا قاعدة برن من الصبح. نيلي انت ما اتجوزتوش ليه؟ عشان مو ويردو شوية، غريب يعني. ايوه غريب ازاي؟ لا هو غريب فعلا. ده مش مو اصلا، معرفش مين ده. ازاي ما تعرفيهوش؟ ده الكابتن ديفيد بيكهام. ولا هاني اتصور مع بيكهام؟ ماشي بس اركب وشي على دماغه. ماشي، قصدي على جسمه. ماشي. مو هير؟ اكسكيوز مي. هلو شيتوس. ابو الكباتن. هاني الشنط. تعال شيل معايا الشنط. طب على فكره مش هشيل غير شنطتي وشنطكم بقى، ان شاء الله تتحرق، انا ماليش دعوه. ايه الروقان ده؟
ايه ده يا الناس دي رامية العفش في المايه ليه؟ بنت يا نيلي، هما العيال دي مسمومة ولا ايه؟ مالهم كلهم دايخين وعاملين كده؟ عادي يعني يا شريهين، كانوا سهرانين امبارح وشربوا فنايمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، ان شاء الله في جهنم الحمراء، بالذات البنات المقفعه دي. شريهين بليز، انا مش عايزه فضايح قدام ماي اكس. هو فين اصلا؟ في الضياع. ما الاب مسافر والام مفيش، يبقى ازاي الواد هيعيش؟ هو في احلى من كده عيش يا مغفل انت؟ انت بتعمل ايه يا هاني؟ في ايه؟ بشرب عطشان. بتشرب الكحول الصبح؟ بشرب ايه يا اختي؟ خمره. خمرة ايه دي؟ مية. في مية لونها كده يا متخلف؟ اه، مية السلطة ومية الصرف. ما تلم نفسك بقى يا هاني وتسكت بقى. طعمها حلو قوي. خد دفنتلي ماما افور في حتة هنا. بقول لكم ايه يا جماعة، الراجل اللي هناك ده مكفي على وشه كده من ساعة ما دخلنا الفيلا. ده جثة ده ولا ايه بقى؟ جثة تاني؟ انا كده مش عارف اسوق، مش عارف اسوق. سوق ايه يا متخلف؟ انت معاك عربيتك اصلا؟ قول مش عارف اعوم. جايز ده مو. مو مو are you okay؟ مو أنا نيلي، أنا جيت. مو are you okay؟ أنت كويس؟ أنت عايش؟ آه عايش، بس كنت مريح شوية. إيه ده؟ نيلي هاي. هاي سوري ما خدتش بالي، بس أنت إيه اللي أخرك كده؟ اتأخرت إيه؟ الساعة 11. يا نهار أبيض، إيه كان وراك حاجة؟ كده مش هنلحق البحر. لا ما تقولش كده يا مو، هنلحق البحر. معلم، هو انت مش كنت مقفور من شويه؟ لا دي حاجه بسيطه بس كده عشان اصحصح. حد بيسموك يا جماعه؟ ايوه يا نجم انا. باي مو. باي، اشوفكم على البحر. باي بنات، انا هبقى معايا، ما تتاخروش بقى عشان تلحقوا البحر. مو would you please do me a favor؟ كان في واحد هنا في الغردقه كنت عايزه اوصل له، قلت ما فيش حد غيرك هيوصلني بيه. واحد مين؟ واحد اسمه محفوظ. محفوظ بتاع مطعم محظوظ؟ في واحد فعلا هنا اسمه محفوظ وعنده مطعم اسمه محظوظ؟ ده اكيد راجل نرفوز.